The hottest place يعني أكتر مكان حر in the world في العالم is هو العزيزية in Libya، مكان اسمه العزيزية في ليبيا. The temperature is sometimes درجة الحرارة بتكون أحيانا 66، يا درجة الحرارة بتوصل 66 يا عم، ده الأسفلت يسيح. طيب يا ترى دي هنوصلها بإيه؟ هندور هنا على المكان، واعتقد انها تكون هي دي، هتكون هنا نمبر 1. تمام، خلي بالك واحنا بنقرا هتركز على صفة التفضيل هنا، the hottest، يعني هي كانت hot وضفنا التي عشان هضيف الاي اس تي للتفضيل، وقبلها the hottest، صفة قصيرة منتهية بحرف ساكن مسبوقة بإيه؟ بمتحرك. نكرر الحرف الأخير قبل إضافة الاي اس تي. The longest pizza، أطول بيتزا in the world، في العالم، was 20 meters long، طولها كان 20 متر. بص كده أهي، بيتزا طولها 20 متر، تاكل لما تشبع. A Chinese chef made it، واحد طاهي طباخ صيني هو اللي عملها، يبقى دي نمبر 2. لاحظ هنا the longest، صفة تفضيل، أطول بيتزا في العالم. The hummingbird، طائر الطنان، is the smallest bird، هو أصغر طائر in the world، في العالم. It's 6.2 centimeters long، طوله 6.2 سنتي، يعني يقف جوه إيدك كده ما يبانش في إيدك. long ده طوله، and only 1.6 grams، ويدوب عامل 1.6 جرام، ما تحسش بيه أصلا على إيدك. خلاص، يبقى ده number 3، هو ده الهيمنبيرد. بعدين بيقول لك انتاركتيكا از، القارة القطبية الجنوبية، is the coldest place، هي أكتر مكان برد in the world، في العالم. The temperature in winter، درجة الحرارة في الشتاء بتوصل is sometimes سالب، خلي بالك minus 90 سيلسيوس، يعني بتوصل سالب 90. تخيل انت بقى الفريزر عندك سالب 18 لكن هناك بتبقى سالب 90، يبقى الجو عامل ازاي؟ يبقى هنا the coldest، صفة برضو تفضيل. The largest hamburger، يعني أكبر ساندويتش هامبرجر اللي هو ده، is the world was in the world was، يعني في العالم كان، وزنه 4 كيلوز، 4 كيلو جرام. تخيل بقى ساندويتش زي كده ووزنه 4 كيلو، تمام، يعني ايه ياكلوه بتاع 7 8 انفار كده. The animal with the longest life was a giant tortoise and it lives for 177 years. بيقول لك اللي هي أطول حياة لحيوان كان سلحفة عملاقة عاشت 177 سنة. تخيل، يبقى هنا كنا بنقول the longest life، the longest life، أطول حياة، اللي هي فين؟ السلحفة أهي. بعد كده هنا بيقول لي ماتش وصل، ونبدأ بمين؟ نبدأ بمحمد ياسر، لأن كنزي سألناها، حفصة ما ردتش، يوسف سألناه، محمد ياسر اللي عليه الدور. نفتح المايك ونسأل محمد ياسر. يلا يا محمد، بيقول لي انتاركتيكا از ذا ايه بقى؟ ها سامعني؟ ها محمد، اوصلها بأي ولا بي ولا سي ولا دي؟ اي اف. محمد ياسر هيرد عليا ولا اخد اللي بعده؟ يلا يا محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب اتفضل. ماشي. Antarctica is the coldest place in the world. اه يبقى مستر انتاركتيكا از مستر ذا كولدست. مستر نعم أنا حفصة. اوكي، يلا يا حفصه خدي دورك اللي فات اتفضلي. ذا هيمن هتكون بيرد از، 4 كيلوز. لا 4 كيلو ايه ده مش عارف جرام وشويه، ده 1 جرام 0.6، تمام 4 كيلوز ما كانش هو خالص. محمد عبد الوهاب جاوب. مريم تامر موجودة؟ مريم ايوه يا مس، العزيزية إزا إيه بقى؟ المكان ده مشهور بأن هو إيه؟
hottest place in the world. برافو عليكي. إيلاف عمر، نقفل يا مريم عشان عندك دوشة. إيلاف عمر أو عمرو. نعم نعم giant turtles lives for، تمام، السلحفة العملاقة مستر بتعيش لقد إيه؟ بتعيش لمدة 177 years. آدم أحمد. مستر the longest pizza was لا لا لا، في نمبر 5، the largest hamburger is. 4 كيلوز. 4 4 كيلوز. كيلوز. رضا الله. The longest pizza was 20 long, 20 meter long. 20 meters long. تمام. في حد كان بيقول يا مستر، كان تقريبا واحد اسمه محمد باين، حد كان بينده عليا من شوية. ناخد احمد عبد الوهاب وهو هيقول لنا نمبر 1، عايزين نعمل لها ري ارينج. cheaper، ارخص، is pizza burger than. يلا كده يا احمد، احمد عبد الوهاب. برجر is cheaper than is pizza. ليه از؟ هي برجر از خلاص هتبقى برجر is cheaper than pizza. بيتزا. تمام، كلام جميل. يبقى هنقول برجر از تشيبر ذان بيتزا. انس محمد، اتفضل يا انس. تمام يا مصطفى. نمبر 2. كانجر is فين دي؟ احنا هنا is than more skin dangerous swimming. skin is more dangerous swimming. than swimming يعني التزلج على الجليد بيكون أخطر من السباحة، ده معنى الجملة. نقولها تاني للي عايز يكتبها، ماشي. skin is more dangerous than swimming. احنا طبعا في الصفات الطويلة زي dangerous لأنها مكونة من أكتر من مقطع، بناخد more للكثرة وless للقلة. هنا أكثر خطورة يبقى more dangerous than. إياد ياسين، اتفضل. إياد ياسين مش موجود. عبد الرحمن أحمد. طيب موجود يا مستر. انا نعم اياد يا مستر، تفضل يا إياد. The car then is expensive, the bike more. عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول إن العربية أغلى من الدراجة، السيارة أغلى من الدراجة. اتفضل. is the car ليه إيه the car؟ آه ده سؤال، إيه the car؟ صح، برافو. إيه the car؟ عشان في علامة استفهام يعني. ماشي، إيه the car؟ more expensive more expensive than bike. than the bike. لازم than، عشان more expensive than تتكتب ورا بعضها، يعني أكثر غلاء من. يبقى the car is more expensive than the bike. بس هنا دي سؤال، قلنا is the car more expensive than the bike؟ يعني احنا بنسأل بالطريقة دي، هل العربية يعني أغلى من العجلة؟ ده معنى السؤال. عمر إيهاب. عمر أيوة إيهاب. يلا يا عمر. نعم يا comfortable أو comfortable your are shoes than mine more. بيقول له إن الحذاء اللي معاك يعني مريح أكتر من الحذاء اللي معايا. هيقولها له إزاي؟ your shoes. ها تفضل. your shoes ايوه portable. your shoes، وبعدين your shoes ده الفاعل، يبقى نجيب الفعل بعدها. your shoes are. are ايه بقى؟ ها Comfortable. more comfortable. يبقى More. your shoes are more comfortable.
than mine. يبقى ده mine. الترتيب. نقولها تاني للي هيكتب: your shoes، حذائك، is more comfortable than، هو أكثر راحة من، mine اللي هو حذائي، mine يعني ملكي. وماين هنا مين يعرف؟ يعني لو سألت أسيل، ماين دي لما أنا أجي أسألك دي عبارة عن إيه؟ ماين في البارت أوف سبيتش. ملكي أو بتاعتي، نعم؟ ملكي أو بتاعتي. لا يعني إحنا بنقول عليها إيه في البارتس أوف سبيتش، في توزيع الكلام كده، أجزاء الكلام دي عبارة عن ناون مثلا، اسم ولا فيرب فعل، ولا ده إيه ده؟ ضمير، ولا صفة ملكية ولا ضمير ملكية؟ أيوة برافو عليكي، ضمير ملكية. ضمير الملكية بيجي في آخر الجملة بدون ذكر المملوك، يعني بقول أكثر راحة من خاصتي، من حذائي، يعني معناها كده. يلا يا أسيل خدي سؤالك أنت في نمبر 5. Most mathematics اللي هو اختصارا بنكتبها math اللي هي مادة الرياضيات. That is subject interesting. اوكي ماتكس ماثيماتكس، ايوه إز از، برافو شاطره. ذا موست از ذا موست، ممتاز. انترستينج سبجكت، ممتاز. نشوف تكوينها تاني يا جماعه، نركز مع بعض. بنقول ماثيماتكس الحساب او الرياضيات is the most، احنا قلنا الصفات الطويلة لما نيجي نعمل لها صيغة تفضيل بنقول the most، يبقى the most interesting subject، هي أكثر المواد تشويقا. نرجع، في حد ما جاوبش؟ طيب أنا كده ندهت على كل الناس اللي سجلت أنا أسمائها في مستر، الجروب. مين أنا معايا؟ مستر محمد ياسر. محمد ياسر، ندهت هاتي عليك وما رديتش، أنا أنت كنت المايك مقفول مش عارفة أفتحه. طيب مفيش مشكلة، أنت كنت رقم 4، خد سؤالك مستر وبعدين هتاخد سؤالك تاني، اتفضل. مستر نعم. مستر أنا بعديها، أنت مين؟ أنا عبد الرحمن. أه. أنا بعد ال أنت بعد بعد الإيه؟ الأستاذ مجال، أنت بعد إيه يا عبد الرحمن؟ مش فاهم. بعد الولد اللي هيجاوب ده. انت ما جاوبتش عبد الرحمن، انت مش اسمك عبد الرحمن احمد؟ أيوة. ما جاوبتش لا ما جاوبتش. يعني، ما كنتش بعد اياد ياسين، ما لا اخدتش ما دورك، جاوبتش. ما جاوبتش خالص ولا سؤال. لا ولا شوية. أما كلهم من الجنب، الباقيين مش موجودين. لا انا بسألك، انت ما جاوبتش ولا سؤال لغاية دلوقتي. ايوه طيب ماشي، بعد محمد ياسر، يلا يا محمد. Dad family my funniest person is my in the، عايز اقول ان، my ها اتفضل. my dad is my dad Is the، فين الصفة is بقى؟ the Is the funniest، funniest ايوه، person person is in in my family. دي معناها in my family. ايه يا شباب؟ عايز اقول ان بابايا هو اكتر حد بيضحك في العيلة، دايما كده بابا يقول نكت وحاجات جميلة تضحكنا، فهو اكتر حد ظريف في العيلة. فبنقولها ازاي؟ my dad، بابايا صفة الملكية والمملوكة، my dad بعدين ده الفاعل، عايزين نجيب الفعل بقى، is يكون، يبقى my dad is the funniest، صيغة التفضيل اهو، هي كانت funny قلبنا الواي لاي لانها مسبوقة بساكن وضفت اي اس تي، يبقى my dad is the funniest person، اكثر شخص مضحك او بيضحك يعني، in my family، في عيلتي في اسرتي. يبقى الدور على عبد الرحمن احمد، اتفضل عبد الرحمن. older me than my is brother، عايز اقول اخويا اكبر مني، اقولها ازاي؟ استاذ عبد الرحمن ندهنا عليك اهو، اتفضل جاوب. هذا مستر my brother my brother، ايوه
is older than me. is older than me. دي صيغة مقارنة ولا تفضيل يا عبد الرحمن؟ ها، مقارنة برافو عليك، مقارنة. تمام. أستاذ عمر سامي، أعتقد إن هو لسه داخل، بعت لي على الشات أهو. عمر سامي موجود؟ نعم يا مستر. اتفضل يا عمر عشان يبقى كله أخد دوره. هنا بيقول لي وينتر summer is winter وينتر از than. يا ابني كولدر ذان مي سيبني از أقول ذان السؤال، سمر. وينتر از سيبني كولدر أقول ذان السؤال، سمر. يا ابني سيبني أقول السؤال، دي مش طريقة دي. summer is winter than colder. اتفضل. وينتر از كولدر ذان سمر. في حد تاني ما جاوبش يا شباب قبل ما نرجع لكنزي تاني؟ يلا يا كنزي، هنا عندي بلين وعندي كار وعايز اعمل عليهم جملة، والجملة دي هتكون مقارنة ما بين الاتنين في الصفة، والصفة هنا السرعة، faster اسرع. هنعملها ازاي يا كنزي؟ سامعني كنزي؟ كنزي أنا موجودة. نقولها ازاي بقى؟ ها، عايز اقول الطيارة اسرع من السيارة، نعملها ازاي؟ الوقت يا كنزي لو سمحت. حفصة تتفضل. حفصة موجودة؟ بالنسبة للأسئلة يا جماعة، ما دام دورك عدى وما ردتش عليها المفروض ما ارجع لكش تاني، يعني ما اصل احنا كده مش هننقي سؤال ما اعرفوش ما ردش، وبعدين لما الاقي سؤال سهل اقول يا مستر انا عايز اجاوب، كده ما ينفعش. يوسف صالح، مستر معلش، بس هو خرج. مستر بس معلش، هو خرج. The plane is faster than the car. يوسف صالح، مستر انت يوسف، يوسف صالح، مستر مستر The plane is faster مستر than the ثواني ما اشوف car. اللي بتزعق دي، ثواني انا شكلي يمكن الغي الجروب كله. ايوه يا بابا اتفضل. نعم، أنا موجودة أهو، بس هو بس البتاع خرج من نفسه بس. طب اتفضلي جاوبي ما تزعقيش تاني، اتفضلي. كنت بزعق. لا كنت بتزعق. ها اتفضلي. The يلا، car is faster than the plane. السيارة هي الأسرع من الطيارة ولا ذا بلين؟ نبدأ بيها الأول، Plane. ذا بلين. أيوة، بعد ذا بلين أكتب إيه؟ Is الفعل faster than the car. is faster than the car. تمام، الدور على الأستاذة حفصة، موجودة؟ نعم. يلا يا حفصة، عندي تشير وعندي صوفا، صوفا أو كاوتش، الاثنين نفس المعنى، وعندي هنا كامفورتبل. هقول this chair is more comfortable than a sofa. يعني احنا يا جماعة بس نفكر بعقلنا، هل الكرسي الخشب الناشف ده هيكون أريح من الكنبة دي المتنجدة ومعمول لها شغل جامد هنا وسفنج وبتاع، لا، ولا هقول نبدأ بالصوفا الأول؟ this sofa is more comfortable than a chair اه، يبقى than اقول صح، يبقى اقول ذا صوفا، حط ذا قبل الاسم، ذا صوفا از، وبعدين للكثره هقول مور كومفورتبل. لو انا هبدا بذا تشير هقول ذا تشير از ليس كومفورتبل، يعني انا مخير، لو بدات بتشير هقول ليس، اقل راحه من، ليس كومفورتبل ذان. هبدا بالصوفا بما انها اكثر راحه فهقول مور، يبقى لو بدات بالتشير هقول ليس كومفورتبل ذان، لو بدأت بصفة هقول more comfortable than. تمام، طيب أنا لو سألت الأستاذ يوسف صالح، يتفضل. حاضر يا مستر. ذا ريكورد، ريكورد ريكورد بلاير، وعندي الراديو، وعندي الصفة modern يعني حديث. ذا ريكورد بلاير از مور مودرن ذان ذا راديو. راديو، كويس، جميل جدا. محمد ياسر، ده دورك. عندي هات وعندي دريس والصفة اكسبنسيف، مين فيهم اللي هيكون أغلى أو أرخص من التاني على حسب؟ ذا دريس از more expensive ذان، than the hat. طب لو بدأت بالذهات أعمل الجملة إزاي؟ The hat is less expensive
than the Jews. أنا لما بلاقي الطلبة بتجاوب كده أنا ببقى سعيد جدا والله. ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك. محمد عبد الوهاب بيقول لي تشوز، اتفضل. نمبر 1 أسوان is farther from Alexandria than Cairo. أسوان is farther from Alexandria than Cairo. هنا في مقارنة، أبعد من. تمام، أسوان بالنسبة للقاهرة طبعا أبعد من اسكندرية القاهرة. ممتاز. مريم تامر موجودة؟ أيوة يا مستر. نمبر 2. نمار is more beautiful girl in my class. لا ده هنا بيقول in my class، يعني انا مش بقارن بين اتنين، ده انا بقول هي اجمل The واحده. most beautiful. The most beautiful، لان مفيش حاجه بقارنها بيها. يعني لو قلت مثلا لامار وفي اسم بنت تانية يبقى دي مقارنه ما بين اتنين، لكن هنا is the most beautiful لان دي مقارنه، دي صفه تفضيل، هي اجمل واحده في الفصل. إلاف عمرو، نعم. the tortoise is animal in the world slower ولا the slowest؟ بيقول لك The حيوان slowest. في the slowest، أبطأ. طيب آدم أحمد يتفضل. Sajid is at swimming than Ali. أيوه Better. أيوه better at swimming than، يبقى better than معناها أفضل من، يبقى هو أفضل في السباحة من علي. ممتاز، شكرا يا آدم. نقفل المايك. رضا الله نمبر 5. The TV is اوكي، heavier than the radio. heavier than the radio. ممتاز. طب heavier اصل الصفة كانت ايه؟ heavier دي إيه؟ كانت ايه؟ heavier دي قبل ما نعملها مقارنة كان اسمها ايه؟ heavy. جدع، heavy. برافو برافو عليك. احمد عبد الوهاب، احمد، this is exercise of all. This is the most difficult. شفت انت لما يجي لك امتحان صعب جدا ما شفتش زيه في الصعوبة تقول this is the most difficult exercise، ده اصعب تمرين على الاطلاق. تمام، نقفل يا احمد. شكرا. انس شكرا مستر. محمد، انس نعم اسم. مستر. Alexandria is big than Monosaurs. Alexandria is bigger than منصورة. طب اقفل كده يا أنس ثواني، يا أنس اقفل المايك ثواني. ماشي، اتفضل تاني يا أنس. كان في صوت، كنت عايز أعرف جاي من عندك أنت ولا حد تاني فاتح المايك. Alexandria. Alexandria هنعمل فيها إيه؟ البانكتويشن بتاع الجملة دي، علامات الترقيم، إيه المفروض نعمله؟ هنحط نقطة في الآخر وهنخلي كلمة الكسندريا الإيه كابيتال المنصورة تبقى الإم بتاعتها كابيتال. يبقى الكسندريا الاي كابيتال والمنصوره الام كابيتال، وفي الاخر بنضع فول ستوب. طيب ناخد اياد ياسين يتفضل. اياد سامعني؟ اياد اياد ياسين اياد، الصوت شغال اهو والله زي الفل. عبد الرحمن احمد، شككتني في نفسي. نعم يا مستر. مين نعم يا مستر. اللي بيكلمني؟ أنا مستر انت اسمك أنا انا عبد الرحمن. عبد الرحمن. اتفضل عبد الرحمن. which is easier English or French؟ ايه رأيك في الجملة دي؟ هنعمل فيها punctuation، بقول لي معناها ايه ونوع الجملة وأحط لي العلامات الترقيم اللي فيها. يلا يا عبد الرحمن. هذا مستر يعني إيه which is easier English or French؟
يعني أيهما أسهل، الإنجليزي ولا الفرنساوي؟ دي جملة ولا سؤال؟ جملة خبرية ولا سؤال؟ السؤال طيب يلا بقى اشتغل. ها نعمل ايه اول الجملة؟ هنعمل ايه في الدبليو؟ الدبليو هتبقى كابيتال ايوه، وبعدين و ايه كمان؟ انا از معاك. الانجليش هتبقى الايه بتاعتها كابيتال. عشان اللغة. تمام، وكمان ايه كمان؟ ايوه والفرنساوي ده مش ولو برضه؟ هيبقى اف كابيتال تمام، وفي الاخر هنضع ايه بما انه سؤال؟ يعني كويتش كويشن مارك. مارك. طيب اياد ياسين رجع ولا ايه دنيته؟ لا رجع يا مستر. اياد سامعني؟ جاوبت يا اياد ولا لسه؟ طيب عمر ايهاب اتفضل. يلا يا عمر. نعم يا مستر. Interesting than mathematics most subject more. وفي دايالوج او كونفرسيشن هنا ما بين نورة وسما. What's your favorite ايه؟ يبقى بتسألها بتقول لها ايه المفضل عندك؟ ها قالت لها it's mathematics، الرياضيات طبعا هي المفضلة عندي. يبقى ماتكس يا سألت، مستر، يبقى what's your favorite ايه بقى؟ ماتكس. لا هي بتسألها ايه المادة الدراسية المفضلة، فقالت لها الماثيماتكس. طب فين كلمة مادة دراسية هنا في الكلمات اللي فوق؟ Interesting than mathematics most subject more. أسيل أحمد قلت إيه؟ يمكن الصوت قطع ما سمعتش كويس. قلت حاجة؟ أسيل. طيب interesting. لا عمر سامي. subject يا مستر. Subject. تمام، يبقى what's your favorite subject؟ ايه مادتك المفضلة؟ مين اللي قال يا مستر؟ عايز ايه يا ابني؟ اتفضل. انا عمر ايهاب اللي قلت subject. ماشي يا عمر، شكرا. عمر سامي موجود، بيقول لي هنا في علامة تعجب، دايما علامة التعجب بتيجي بعد ايه؟ بعد انفعالات زيادة او صفة كويسة. Why do you like it؟ ليه بتحبيها؟ يبقى هنا قال ايه؟ Interesting. تمام، الصفة الوحيدة الموجودة interesting هنا because it's the most. المفروض هو كان شطب على كلمة most، المفروض كان عمل كده، شطب على the most الكتاب، يعني دي برضه من ضمن أخطاء الكتاب، وكان كتب هنا interesting subject، وبناء عليه كنا اخترنا هنا the most وحطيناها، لكن هو راح نسي وشال دي، فهنضطر نحطها تاني، فهنقول because it's the most interesting subject، لأنها أكتر مادة شيقة. فبتسألها what about biology؟ طب وإيه رأيك في الأحياء؟ فكنزي هترد بقى. كنزي موجودة؟ كنزي قالت لها ايوه math is، أنا بالنسبة لي الرياضة بتكون interesting biology، يبقى هتقارن ما بين الرياضة والأحياء، فهتقول إيه؟ math is ايه؟ subject. ركزي هنا، هنعمل مقارنة، مقارنة قبل صفة طويلة اللي هي interesting، يبقى هنختار ايه؟ حفصة هتساعدك ان شاء الله. يلا مور حفص. more. مين اللي جاوب؟ مين اللي أنا جاوب؟ كنزي. كنز. برافو، يبقى math is more أنا كنزي. interesting. طب بيولوجي فناقصها ايه الجملة دي يا حفصة؟ ها حفصة، يعني أكثر تشويقا من، فين كلمة من هنا يا حفصة؟ نقول ها then، أهي then هقول math is more interesting than biology، الأحياء أكثر تشويقا من، أو الرياضيات أكثر تشويقا من الأحياء. مين اللي بيقول يا مستر؟ أنا حافظة. أيوه يا حفص. ممكن تبعت لي رابط المجموعة دي عشان أدخل من التليفون التاني، عشان ده كل شوية مطلعني مش سامع كويس. أعمل إيه؟ المؤيد المطلوب مني. طيب يا حفص. عشان التليفون ده مش بيعمل كويس، التليفون التاني هو اللي عايز أدخل بيه. أنا أعمل إيه؟ قولي لي حاجة أعملها، المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ عايزة الرابط عشان أدخل بالتليفون التاني.
من رابط عندك على الجروب. مش رابط الزوم، رابط المجموعة. رابط المجموعة، هتدخلي من اه تليفون تاني هشيل اسمك اللي موجود. انا الواحد بيدخل عندي بحساب واحد فقط، هتدخلي بحساب تاني هشيل اسمك القديم عشان تبقى عارفة. ماشي. يوسف صالح، يوسف صالح. حاضر يا مستر. I think geography is the most interesting of them all. تمام، برافو عليك. سؤال التحدي، يوسف صالح جاوب. نروح لمحمد ياسر. محمد بيقول لي challenge question. محمد موجود أصلاً ولا أنا هكلم نفسي؟ طيب، look and find four differences using words in the box you have 5 minutes. هنطلع الأربع اختلافات وهنستخدم الكلمات دي. يقصد من السؤال ده إن إحنا هنعمل مقارنة ما بين لارا's room، غرفة لارا، ونورا's room، غرفة نورا، في الصفات big، small، clean، tidy، modern، comfortable. هنقارن ما بين الغرفتين زي المثال ده. لارا's room is more comfortable than Nora's room. يلا هات لنا صفة big وحطها لنا في جملة وقارن ما بين الاثنين. Lara is room is لارا more is is room ولا لارا's room؟ لارا's room. is room big بقى، bigger is bigger bigger، ايوه، is bigger than than Nora نورا's room. برافو عليك، يبقى لارا's room is bigger than نورا's room. يبقى احنا كل اللي عملناه ايه؟ خدنا الكلمات دي لارا's room is، نزلناها زي ما هي. big هنخليها bigger ونكرر الجي، وبعدين than نورا's room، يبقى غرفة لارا أكبر من غرفة نورا. كلام جميل. محمد عبد الوهاب small، أصغر. Nora's room is smaller than Lara's room. ممتاز، هنا عكس الجملة لأن عكسنا الصفة وقال إن الغرفة دي أصغر من دي. مريم تامر تتفضل. عايزين كلمة كلين نحطها في صفة، مين الغرفة الأنظف من التانية؟ ها؟ Lara's room clean. Lara's room clean. The is clean is is cleaner than نورا زروم. نورازو. برافو، كلام جميل. إيلاف عمرو، إيلاف نعم، يلا السيشن قرب يقفل. تايدي، نورازو. ايوه، تايدي تايدي طيب هندخل تاني على نفس الرابط يا جماعة عشان السيشن هيقفل خلاص. كنا في جملة تايدي. ها، Lara's room is tidier than the Nora's room. تمام، تايدير ذان، ممتاز. ممكن نعملها مور تايدي برضو، يعني النيتيف بيعملوها كده، الاثنين شغالين سواء عملتها اي ار او قلت مور، لانها تو سيلابلز. تاي دي. ادم احمد اتفضل. كلمة مودرن، عايزين نشوف مين الأحدث يا آدم. يلا الأحدث لارا's room. يكمل الجملة. لارا's room is modern. مور مودرن. More. لا انت ما عملتش حاجة في الجملة كده، لا انت حطيت مور ولا قلت ذان. احنا عايزين نعمل الجملة كاملة، شد حيلك معايا. ها، قول الجملة. لارا's room more. اهي تمام، انت بس هتغير دي، هتشيل كومفورتبل وتحط مودرن، والجمله تبقى زي ما هي. يبقى لارا's روم، ايوه، لارا's روم از مور مودرن ذان نورا's روم. يلا يا رضا الله، كومفورتبل معموله، يبقى خلاص خلصنا احنا دول. طيب، هو الجروب ده جميل، يعني المستويات اللي فيه حلوه، بس دي الميزه اللي فيه، الناس بتذاكر كويس، بس عيبه ان ما فيهوش نظام، فيه هرجله كده ودوشه. أنا هشرح دلوقتي إزاي نحول الصفة لحال. طيب إحنا قلنا الصفة بنستخدمها علشان أوصف اسم، الصفة أساساً بستخدمها علشان أوصف اسم. أياً كان الاسم ده شخص ولا جماد ولا نبات ولا حيوان،
عايز اوصف حتى الطقس، اقول it was a sunny day. فهي كده الصفة ادتني معلومات زيادة عن الاسم ده. اليوم ده كان ايه؟ كان sunny، كان يوم مشمس. smart boy، ولد ذكي. interesting ماتش، كان مباراة مثيرة شيقة. يبقى أنا بتديني الصفة، بتديني معلومات زيادة عن الاسم، دي وظيفتها أساسا. يعني عايز أعرف الأخ ده طبعه إيه بالظبط، فأنا برضو من خلال الصفة أفهم، باخد معلومات زيادة. طب بالنسبة للأحوال، إيه الفرق ما بين الحال في الإنجليش اللي هو الأدفيربس، إيه الفرق ما بينه وبين الأدجكتيفز، إيه الفرق ما بين الصفة والحال؟ بص يا سيدي، بيقول لك احنا بنستعمل الاحوال علشان ندي معلومات زياده، بس مش عن الاسماء بقى، لا عن الفعل نفسه. يبقى انا ما بهتمش بالفاعل، انا بهتم بالفعل نفسه. وخلي بالك الحته دي نقطه جوهريه في الشرح، لو فهمتها بقى الدرس هتحل وانت حط رجل على رجل كده. هنا بقول she walked slowly، هي مشيت ببطء. طب أنا وصفتها هي دلوقتي ولا وصفت مشيتها إن مشيتها كانت بطيئة؟ وصفت مشيتها، يبقى أنا ما قلتش عليها إن هي بطيئة. يا عم ده هي ممكن تكون أصلاً يعني بتشارك في سباقات جري وبتطلع الأولى، بس هي دلوقتي ماشية مع صاحبتها تاتا تاتا كده بيتفسحوا، تمام، يبقى ماشية براحتها على الكورنيش، يبقى هي ماشية ببطء. يبقى أنا بوصفها هي ولا بوصف المشية دلوقتي؟ بوصف المشي. لما أصف الفعل walked كانت ماشية إزاي؟ slowly، يبقى ده حال. عرفت إزاي إن هو حال؟ نمبر 1 جاي بعد الفعل، ما جاش قبل الاسم. أنا دايما كنت بقول لكم إيه الصفة، أين توضع الصفة؟ توضع الصفة قبل الاسم أو بعد verb to be. طب هنا جاية قبل اسم؟ لا، ده هي آخر حاجة في الجملة. طب جاية بعد فيرب تو بي؟ أصلا مفيش فيرب تو بي، لا آم ولا إز ولا آر. آه يبقى دي مش صفة بقى، ده حال. طب إيه الحاجة التانية اللي عرفتني إن هو حال؟ جاي بعد الفعل رقم 2، إن في الواي في آخره، لأن الصفة دي أصلا كان سلو، سلو معناها بطيء، حطت لها الواي فتحولت إلى حال. يبقى كانت تمشي ببطء، وصفت مشيتها بأنها كانت بطيئة لكن ما وصفتهاش هي، ده حال عارض. يعني ايه عارض؟ يعني مؤقت، يعني هي في اللحظة دي كانت ماشية بطريقة معينة، المشية نفسها كانت بطيئة. فهمت ولا لسه؟ طيب يبقى أنا هنا بستخدم الأحوال لإعطاء معلومات إضافية عن الأفعال مش عن الأسماء. طب إزاي يا مستر أعمل الصفة أخدها وادخلها المصنع كده تطلع معايا حال؟ سهله، انت باكل بسكوت بتعمل فيه ايه؟ بيجيبوا البسكوتايه كده يحطوها في الغلاف، خلاص كده ايه، يتباع عادي. نفس الفكره، هنجيب الصفه نحط لها ال واي بقت حال، بس كده بس كده. دي القاعده العامه، ولكل قاعده طبعا بيكون فيه شواذ. سلو حط لها ال واي، سلولي. ساد حط لها ال واي، سادلي. طب ايه الفرق في المعنى ما بين سلو وما بين سلولي؟ slow يعني بطيء، يعني اقول the turtle is slow، السلحفاة بطيئة. لكن لو انا عندي ارنب دلوقتي، ارنب معروف ان هو سريع بس ماشي ببطء، واكل كتير كده، انت حطيت له اكل كتير وهو ماشي ايه براحته كده، فتقول it's او it walk او it is walking slowly، ده ماشي ببطء. طيب انا وصفت مشيته ما وصفتوش هو، الارنب نفسه سريع. نفس الفكرة، sad he is sad، هو حزين. طيب دلوقتي هو اصلا يعني مش طبعه ان هو يكون حزين، بس هو دلوقتي he talk او he is talking sadly، he is talking sadly يعني هو يتكلم بحزن، متضايق شويه دلوقتي، طريقه كلامه كانت حزينه، اكيد حصلت معاه حاجه، يبقى وصفت كلامه ما وصفتوش هو. بيقول لك if the adjectives، تعالى بقى نشوف، لو الصفات ends in منتهية بconsonant بساكن قبل الواي الأخيرة، بنقلب الواي لآي ونضيف ال واي، نفس القاعدة اللي كنا بنعملها في المقارنة والتفضيل. happy ادي صفة يا سيدي منتهية بواي مسبوقة بساكن، هنمسك الواي نقلبها لآي ونضيف ال واي، يبقى happily. happy معناها سعيد، أما happily بسعادة. heavy
نفس الفكرة. heavily heavy معناها ثقيل، heavily يعني بتقل كده. if the adjective ends in l we add ly to. برضو الصفة لو كانت منتهية ب l زي beautiful برضو بنضيف ly عادي جدا، تبقى double l، l الأصلية اللي كانت في الصفة وكمان بنحط ly عشان نحولها لحال. beautiful جميل، beautifully بجمال. فهمنا؟ يبقى الشواذ القاعدة اهي، أنا بحط ly للصفة لكن لو انتهت بساكن قبل حرف الواي وكان حرف الواي آخر حاجة في الصفة بنقلب الواي لاي ونحط ال ly عادي. أما لو الصفة منتهية ب l ما بتمنعنيش من حاجة، بحط ال l عادي جدا. حط ال كمان ال y تبقى دبل ال beautifully. بيقول لك في regular adverbs، في الأحوال المنتظمة دي اللي بنحط لها ال y زي happy happily slow slowly quick quickly nice nicely nervous nervously. ممكن الشخص نفسه nervous وممكن المرة دي بس بيتكلم بعصبية nervously. clever cleverly heavy heavily sad sadly careful carefully bad badly polite politely active actively. في كل مرة وضعنا ال y. بيقول لك في احوال بقى غير منتظمة، يعني مش بس ان هي بنغير شوية حاجات قبل اضافة ال ال y، لا دي الدنيا كلها يا اما بتتغير يا اما بتفضل زي ما هي. زي fast، fast معناها سريع، طب عايز احولها لحال برضو تبقى fast. طب ازاي افرق ما بينهم يا مستر؟ دي لو جات لي في الامتحان اعرف ازاي؟ والله يا سيدي بص، انا قلت لك على مواضع الصفه بس انت مش عايز تذاكر، قلت لك هي از فاست، هو ايه؟ سريع. دي صفه ولا حال؟ مين مركز معايا؟ دي صفه. عرفت منين؟ ها عرفت من انها جت بعد فيرب تو بي، صح؟ طيب لو قلت لك مثلا ان علي is a fast معايا runner بالشكل ده، طيب دي صفة ولا حال؟ اهو fast runner يعني عداء سريع. اه جت قبل runner، runner معناها عداء، ده اسم صح؟ يبقى fast هنا صفة برضو، يبقى الصفة الجملة الأولى اهي جت بعد verb to be مباشرة وهنا جت قبل اسم، ده الموضعين موضعين الصفة. طيب امتى تيجي حال واعرف انها حال؟ بص للجملة دي اقول he is walking fast، هو دلوقتي يمشي بسرعة. دي صفة ولا حال؟ اه دي حال. عرفت منين يا ريس انها حال مش صفة؟ ما جاتش بعد verb to be ولا جت قبل اسم، دي جت بعد فعل في نهاية الجملة. ما دام جت بعد فعل يبقى وانا مغمض اعرف انها حال، جت تصف الفعل نفسه ان مشيته كانت سريعه. فهمت ازاي تفرق ما بين الصفه والحال لو كانت جايه بنفس الطريقه بنفس الحروف من موضعها في الجمله؟ اتفقنا؟ fast fast. طب good تحول الى well، يعني ما اقولش I am speaking English good، غلط، تقول I am speaking English well، انا اتحدث الانجليزيه بطريقة جيدة. خلاص؟ hard بتفضل زيها hard، early مبكر، early مبكرا، يبقى fast ما بتتغيرش، hard ما بتتغيرش، early ما بتتغيرش، good هي اللي بتتحول إلى well. بيقول لك بص كده ادرس الأمثلة دي study the following. وائل swims well، وائل يسبح بطريقة جيدة. He is a good swimmer، هو سباح جيد. هنا فين الصفة وفين الحال؟ مين مركز؟ مين سايب اللي وراه اللي قدامه ومركز معايا؟ بص يا سيدي الأولى حال، ليه؟ لأنها جت بعد اسم فقلت well بطريقة جيدة، لكن هنا ها دي صفة، ليه؟ عرفت لأنها جاية قبل اسم، قلت good swimmer سباح جيد، لكن هنا يسبح بطريقة جيدة، وصفت سباحته دلوقتي إنها جيدة. معاه سلمى runs quickly،
بتجري بسرعة. She is a quick runner. مين الصفة ومين الحال؟ runs quickly يبقى quickly ده حال لأن جت بعد فعل، أما she is a quick runner دي صفة لأنها جت قبل اسم. يا رب تكون المعلومة واصلة. جيليان speaks politely، بتتكلم بأدب. She is a polite girl. polite girl يعني بنت مهذبة. يبقى هنا دي صفة لأنها جت قبل اسم. طيب وهنا speaks politely دي حال لأنها جت بعد فعل. يا رب تكون المعلومة وصلت. وهنفتح المايك مع رضا الله، كان عليه الدور. تعالى كده نشوف، افتح المايك اتفضل. My friend is a nicely person. nicely person. person ده مش اسم شخص، يعني كلمة person مش معناها شخص، يعني هتتكلم عن حد توصف الحد بانه nicely ولا nice. هنحط Nice. nice، هنحط صفة. تمام. احمد عبد الوهاب اتفضل. My sister says I sing good. I see، يعني هصف الفعل بصفة ولا اصف الفعل بحال؟ حال طب فين الحال هنا؟ دي جود صفة مش حال. ها فين الحال هنا؟ اعرفه منين؟ في علامة كده بتعرفه. الأبل بالال واي. ال واي يبقى الواي بدلي. يبقى my sister says، اختي بتقول عليا I sing badly، انا بغني بطريقة وحشة، بجعر وانا طب ليه؟ بغني، صوت وحش badly. ما تغنيش تاني بقى قدام اختك عشان عملت زيط عليك. انس محمد بيقول لي the man opened the door، فتح الباب. فتح الباب ازاي بقى؟ ها nervous ولا nervously ولا good ولا bad؟ nervously. nervously. شفت بابا بقى لما يدخل يخبط الباب برجله كله يستخبى. ليه بقى متعصب دلوقتي؟ اياد ياسين. اياد نعم يا مستر. ادم drove the car، كان سايق العربية fast ولا fastly ولا heavy ولا clever؟ Firstly. في حاجة في الدنيا اسمها fastly؟ مش احنا قلنا fast زي ما هي ما بتتغيرش اهي اهو، تبقى fast زي ما هي، لأن fast في الحال والصفة حروفها ثابتة ما بتتغيرش. نقفل المايك عشان اخواتك عاملين دوشة، ونروح لعبد الرحمن. يلا عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن هل تسمعني؟ حول. نعم يا مستر. My نعم يا friend مستر. is a person. أنا بوصف صاحبي دلوقتي بأن هو شخص إيه؟ nice، nicely، nicer، nicest. ها نايسني برضو نايسني احنا لسه عاملين زيها، جاية قبل اسم تبقى صفة مش حال. ناي نايس. ناي ده كان عبد الرحمن ولا إياد اللي كان بيرد على ده؟ عبد الرحمن. يبقى عمر إيهاب. نعم يا مستر. My sister says، دي لسه حلينها، I sing badly. خد اللي بعدها. This family lived، كانت عايشة after moving to a new apartment، بعد ما راحوا قعدوا في الشقة الجديدة. يبقى lived ايه؟ عاشوا ايه؟ happily ولا sad ولا happy ولا nervous؟ اهو في فعل اهو جه في الجملة، يبقى بعد الفعل بيجي ايه؟ هابلي happily، هابلي عاشوا بسعادة لما راحوا الشقة الجديدة. عقبالي يا رب لما انقل من الشقة اللي انا فيها دي. أسيل أحمد. أسيل that the turtle. toy أيوة the turtle is it walks is slowly. slow slow لأنها دي صفة جت بعد verb to be، جت بعد is، يبقى وأنا مغمض أختار صفة is slow. عمر سامي اتفضل. هيا يا عمر. my cousin ابن نعم عمي is very at playing tennis. good is very very good very good. تمام نقفل يا عمر، نقفل يا عمر. كنزي. كنزي she ran so she won the race، عشان كده فازت بالسباق. يبقى هي جريت ازاي بقى؟ quick fast slow good.
ها she ran ايه؟ quick. quick يا راجل، مش fast. fast. fast هنا حال، لما quick صفة، تمام. لو قال quickly كنا اخترنا quickly، بس هو مش عبيط يعني عشان يحط اتنين حال في جملة واحدة. حفصة اتفضلي. نعم. I did my homework، أنا عملت الواجب بتاعي الحمد لله. I didn't want to make mistakes، وما كنتش عايز أغلط بقى خالص. يبقى عملته إزاي بقى؟ badly ولا loud ولا bad ولا carefully؟ carefully. carefully بعناية بحرص، مش اكتب ومشي حالك عشان ماما ما تزعقش فيا. يلا يوسف صالح. حاضر يا مستر. نوها speaks politely، is a speaker. He is a polite speaker. A polite speaker، تمام. محمد ياسر، يلا محمد. Her team is clever designer. ديزاينر يعني مصمم ماهر. هي ديزاينز، هو بيصمم ازاي بقى لما هو كليفر؟ Logo. بادلي ولا كويك ولا ويل ولا لاودلي؟ بعد أزي لودلي. لاودلي دي معناها بصوت عالي. هو هيستعمل بقه في التصميم بدلي. يعني، هو شاطر عشان كده بيصمم وحش ما تجيش. لكن ويل تمشي، يمشي حالها. خلاص كده السيشن بتاعنا انتهى. معاك رقم نمبر 10 11 12، ومعاك من 1 ل 6 دول الهوم ورك بتاعك. خلاص.